التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا على الصعيدين الميداني والشعبي جعلت التوقعات تتزايد حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد ومستقبل الحكم في البلاد. وكان من أبرز تلك التوقعات التي حظت على اهتمام واسع هو توقع الولايات المتحدة الأمريكية التي كشفت عن مصير مفاجئ ينتظر الرئيس السوري. فما القصة؟ بالتزامن مع تصاعد الأصوات المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد وحكومته في الجنوب السوري، تحدثت مؤسسة المجلس الأطلسي البحثي الأمريكية عن سيناريو غير متوقع ينتظر الرئيس الأسد، حيث قالت خلال تقرير مطول لها إن الرئيس الأسد نصب له فخ كبير ووقع به ليصبح في مأزق كبير اليوم لا يقدر على الخروج منه بسهولة. فالأسد ينتظره مصيرا ومستقبل غير مستقر على الإطلاق في المدى المنظور، وذلك بعد أن ظن أنه انتصر بشكل كامل، خاصة بعد تطبيع العديد من الدول معه وعودته إلى الجامعة العربية مؤخرا. تلك التطورات جعلت الأسد يظن أنه أحكم قبضته بشكل كامل على البلاد، لذا تجاهل مسألة تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي في الداخل السوري في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى حدوث ما لم يكن يتوقعه من حالة غليان شعبي ومظاهرات ضده. فالأسد يقف اليوم أمام أزمة كبرى، حيث لا يستطيع أن يستخدم أي من أساليب التضليل والخداع التي سبق واستخدمها على حد وصف التقرير. فالمناطق التي تشهد احتجاجات واسعة ضده هي مناطق لطالما أعلن بنفسه عن أنها مناطق متجانسة، هذا إلى جانب وجود مواقف دولية حازمة ترفض أن يتعامل النظام السوري عسكرياً مع الحراك الشعبي الجديد. وبحسب التقرير فإن الرئيس السوري وحكومته مستمرون حتى الآن في تنفيذ سياسات اقتصادية فاشلة، في الوقت الذي يؤكد فيه السوريون أن الأسد لا يرغب في المضي قدما بمسار الحل السياسي. ويتخوف السوريون من أن تعنت الأسد سيقودهم إلى مستقبل مجهول أكثر سوءا من الواقع الذي يعيشونه في الفترة الحالية، خاصة بعد أن عبروا عن عدم رضاهم من الصفقات التي يعقدها الأسد مع الشركات الروسية والشركات التابعة لطهران، والتي حصلت على عقود طويلة الأمد تمكنهم من الاستحواذ على ثروات وموارد سوريا. وتوقع التقرير في الختام أن تتوسع الاحتجاجات السورية لتشمل البلاد بأكملها، حتى في المنطقة الساحلية للمطالبة برحيل الرئيس السوري والحكومة في حال استمر الأسد على موقفه في ظل انتشار الفساد في سوريا.